السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد في قناتكم فريدة شانيل، ومع فيديو جديد إعلان نتائج انتقاء اللائحة الرئيسية ولوائح انتظار بالمعهد العالي للصيد البحري بأكادير. هناك لائحات رسمية واحدة، وهناك 8 لوائح انتظار بالمعهد العالي للصيد البحري أكادير، انستيتي سوبيريور دي بيش ماريتين أكادير. بالنسبة للائحة الرسمية، Alors, une liste des candidats retenus pour l'accès à l'ISPM au titre de l'année universitaire 2020-2021. لكن على حساب الرقم ديال الترتيب، رقم بطاقة التعريف الوطنية والاسم العائلي والاسم الشخصي. لكن لائحة ديال الرسمية واحدة. وبالنسبة للوائح انتظار، لكن لائحة رقم 1 ورقم 2 رقم 3 رقم 4 ورقم 5، لائحة رقم 6 ورقم 7، واللائحة الأخيرة هي اللائحة رقم 8. على كاين 8 ديال اللوائح ديال الانتظار. على داخل لكم سواء اللائحة الرئيسية أو لوائح الانتظار، لوليان ديالهم في الديسكريبسيون ديال لا فيديو. وبالنسبة للطريقة ديال التسجيل سواء اللائحة الرسمية أو لوائح الانتظار، على سيعلن عنها لاحقا. على هذا كل شيء بالنسبة لهذا الفيديو. انا كنتمنى لكم التوفيق للجميع، وما تنساوش اذا عجبكم الفيديو ديروا اعجاب للفيديو، اذا كنتم من الزوار جدد ديروا اشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.